production machines او الالات الحسيه زي ما بنسموها بالعربي. القدس بتاعنا دي الكويس دور القدس اللي خدته في سينكرونس ماشين. هنكمل زي ما هنشوف في حاجات كتير نراجعها بسرعه. خدناها التراكيب بقى بتتم بالنسبه للمايكروسوفت تيم كود. ده الكود بتاعنا انا بعتهولكم على التيم بتاع سينكرونس على اساس سجلوا في الكورس ده. هتلاقي عندك عم تدخل هتلاقي جوه الفايل في كلاس ماتيريال. جوه كلاس ماتيريال هتلاقي عندك اولا الاساينمنت. دول اربعه اساينمنت وبعد كده الشابترز بتاعتنا شابتر واحد واثنين وثلاثه. الكورس كونتنت بتاعنا شابتر واحد بيتكلم على 3 فيز اندكشن موتور وده الاساس. 3 فيز اندكشن موتور هنتكلم على حاجه اسمها البالانس اوبريشن. يعني لما يشتغل بالانس سبلاي يعني 3 فولت قد بعض بدون 120 درجه الوضع الطبيعي. وبعدين هنتكلم على الانبالانس اوبريشن يعني لما يشتغل من سبلاي مش بالانسد في فيز فصلت مثلا او السبلاي اللي جاي اصلا مش بالانسد. ايه اللي بيحصل بينهم قبل ما ندخل في الانبالانسد واحنا بنتكلم على الجنريتر الاندكشن موتور؟ هتكلم على حاجه صغيره اللي هو استخدامه كاندكشن جنريتر. 3 فيز اندكشن جنريتر مش مستخدم كتير لكن حاليا مع الوينج تربين والحاجات دي بيستخدم بدل السينكرونس. لكن ان جنرال السنكرونس ماشين تستخدم كجنريتور اكتر من موتور. بالنسبه للاندكشن الموتور اكتر من الجنريتور. استخدامه كجنريتور استخدام محدود فهنذكره هنا في حته صغيره كده محاضره او اقل من محاضره. هنتكلم عن استخدام الجنريتور كاندكشن جنريتور. بعد كده شابتر ده شابتر المين ورك بتاعنا الجزء ده الاساسي. بعد كده هنتكلم على شابتر تاني بنسميه تو فيز اندكشن موتور. تو فيز اندكشن موتور في الحقيقه مش مستخدم كتير مش هتلاقي كتير جديد سر. لكن هو بيستخدم بس في حته صغيره في الاوتوماتيك كنترول حاجه لو سمعتوا عنها اسمها السيرفو موتور. اي سي سيرفو موتور. اي سي سيرفو موتور هو تو فيز اندكشن. احنا هنا ما بناخدوش عشان ناخده في الاوتوماتيك كنترول لكن احنا هنا بناخده لانه تمهيد للسنجل فيز اللي هناخده في شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم على السنجل فيز اندكشن موتور. فاحنا مينلي 3 فيز ده اللي بيستخدم في الصناعه. مواتير اغلبها اندكشن موتور كلها من نوع 3 فيز. في التطبيقات البيوت مثلا في الثلاجه في الغساله في حاجات برضو اغلى من استبدال طرمبه الميه الحاجات دي كلها اغلبها بتستخدم السنجل فيز اندكشن موتور. لكن عشان اوصل ل 3 فيز 3 فيز اسهلهم في الاناليسيس. السنجل فيز اصعبهم عشان كده احنا اخذناه مش عشان هو حاجه يروح طبيعه في السي فيز وابتدي ازود. لا السي فيز اسهل في حل التو فيز هناخده كمرحله وسط وبعدين هناخد السنجل فيز. هلاقي ان السنجل فيز حاله من حالات التو فيز اللي هو اما افصل منه فيز يبقى فيز واحد فقط اللي موجود يبقى سنجل فيز. فعشان كده احنا هناخد التو فيز بالانسد وان بالانسد وبعدين الان بالانسد هستنتج منه السنجل فيز. فعشان كده جاي الترتيب بتاع 3 فيز وبعدين 2 فيز وسنجل فيز. ال 3 فيز عليه 2 اساينمنت. الاولاني على ال 3 فيز اندكشن موتور مع الاندكشن جنريتور. والثاني على الانبالانس اوبريشن. وبعدين 2 فيز عليه اساينمنت واحد بالانس وانبالانس و 3 فيز عليه اساينمنت واحد بالانس وانبالانس. مفيش انبالانس. الكتب اللي هنستخدمها او الريفرنس هي نفسها اللي استخدمناها السنه اللي فاتت او يعني هقدر ننزل منها حاجه او بتاع. بس في كتاب يمكن ما اتكلمناش عنه اللي هو بتاع الاخير بتاع الهواري. ده هو الوحيد اللي بيتكلم عن تو فيز. هو كتاب قديم من 86 بقاله 30 او 40 سنه لكن هو الوحيد اللي كان داخل في السجن في التو فيز بالتفصيل عشان منه التو فيز. لكن الكتب الثانيه هتلاقيها في اي مرجع كلها نفس افكار سواء بتاع سن اللي هو الاولاني بالنسبه
الكمبيوتر ماشين او باور الكترونيك وده موجود على ممكن تنزله يعني سيستم بعض الكتاب بتاع الكمبيوتر ماشين بتاع فيتسجر كينجزلي والكتاب بتاع شابتر. هنبدا شابتر واحد اللي هو 3 فيز اندكشن موتور. في بعض الكتب او الناس اللي بييجوا يستخدموه بيبر في حاجات مني يسموه اسينكرونس ماشين. يعني في سينكرونس اللي خدناها الترم اللي فات. لو هتلاحظ ايه اسينكرونس ماشين فده المقصود بيه الاندكشن موتور. انا بس الكلمه اللي كتبتها بين قوسين عشان لو عدت عليك تبقى عارف. سينكرونس ده اللي خدناه الترم اللي فات، الاسينكرونس اللي بناخده دلوقتي اللي هو الاندكشن ماشين او الاندكشن موتور. هبدا بـ 3 فيز اندكشن موتور نتكلم على المقدمه. نعم. بعد كده هنتكلم على البريد كونستراكشن بريشن والكويفلنت سيرفر ده هنخلصه ان شاء الله النهارده. بعد كده في الحلقات الجايه هنتكلم على البرفورمانس كاركترستيك كيرف والفلوب شارت والحاجات الباور فلوب شارت الانواع السبويل كيج اندكشن موتور هنتكلم عنها الستارتنج والسبيد كنترول ده كله على 3 فيز اندكشن موتور. بعد كده هنتكلم على 3 فيز اندكشن جنريتور وعلى الانبالانس اوبريشن بتاع 3 فيز اندكشن جنريتور. كل ده شابتر واحد هو هتلاقيه بتاع 100 سلايد كده 99 سلايد حاجه زي كده. كمقدمه سريعه كده بيقول لي ان 65% من الالكتريكال انرجي اللي بتستهلك في الولايات المتحده بتكون عباره عن موتورز. يعني استهلاك الكهرباء 65% من الكهرباء اللي بتستخدم تستهلك في المواتير. في الصناعة 75% تستهلك في الموتور. يعني 75% من الباور اللي في الصناعة بتستهلك في الموتورز. 90% بقى من الموتورز دي 3 فيز اندكشن موتور. أنا عايز أوريك بس أهمية 3 فيز اندكشن موتور ومدى استخدامه. هو ده أكتر موتور بيستخدم حاليا في أي مصنع هتروح فيه هتلاقي اللي موجود فيه اندكشن. سينكرونس زي ما قلنا بيستخدم بنسبه قليله جدا. يمكن ليه مزايا شويه عن الاندكشن وليه عيوب عن الاندكشن. لما هنخلص الاندكشن هنقارن بينه وبين السينكرونس اللي خلصنا الناس اللي فاتت وهنشوف الفرق بينه. بس هنا عايز اوضح لك ان الاندكشن ممكن ده موجود في كل الشغل بتاعك. فكرت بروتيتنج ماجنيت فيلد كده بسرعه بيقول لو عندي 3 فيز وايندنج. يعني 3 فيز وايندنج يعني ايه؟ يعني 3 وايندنج متماثلين وبينهم 120 بار في الفراغ. وصلتهم ببالانسد 3 فيز كارنت. يعني وصلتهم بسبلاي بالانسد 3 فولت قد بعض وبينهم 120 بار. ده معنى بالانسد يعني الفولت والامبيود قد بعض والزاويه بينهم 120 بار. وبما ان الوايندنج متماثله فالتيار اللي هيتسحب هيبقى متماسك جوه الفراغ. يعني سميت بالانس 3 كارنت في قد بعض وبينهم 120 درجه. ايه اللي بيحصل؟ بيتولد على سطح المكنه دي ماجنتيك فيلد ليه كونستانت ماجنتيود وبيلف بسرعه بسميها سينكرونس سبيد. سينكرونس سبيد ان اس بتساوي 120 اف اس على بي حيث اف اس سبلاي فريكونسي وبي عدد الاقطاب مش عدد ازواج الاقطاب. لو هتحط ازواج الاقطاب خليها 60 اف اس على بي يبقى بي هنا عدد ازواج الاقطاب. لكن احنا بنشتغل بالاقطاب بي يبقى 120 اف اس على بي.
ابتدينا قلنا طيب هو لو فيز واحد وبغذيه بي اي سي سبلاي الفلكس بتاعه بيبقى ايه؟ ما بيبقاش روتيتنج، بيبقى حاجه اسمها بلسيت. يعني انا عندي هنا فيز ايه؟ شايف حاجه صح عشان شايفين تخيل عايز طبعا من لو تخيلت ان انت عندك فيز واحد اهو ده التيار داخل من هنا كده خالد يبقى التيار داخل كده خالد كده يبقى فلكس حاجه كده التيار سايسوي فلما يبقى صفر يبقى مفيش فلكس ان الفلكس بتقسم مع التيار يبتدي التيار يزيد يبتدي الفلكس يزيد يبتدي التيار يقل الفلكس يقل فهتلاقي ان الفلكس لو فرقت المكنه هتلاقي الفلكس بيبدا بصفر بيبتدي يزيد يزيد اكتر يزيد اكتر وبعدين يرجع يقل لغايه ما يبقى صفر وبعدين يقلب وهكذا ده بسميه بلسيتنج ماجنتيك فيلد ده بقى اللي بيحصل في السنجل فيز عشان كده السنجل فيز ما نقدرش ندرسه بسهوله لان ما فيهوش روتيتنج ماجنتيك فيلد في بلسيتنج لما هوصل له ساعتها بقى هقول لك ان البلسيتنج ده هحلل له الاثنين الروتيتنج خلينا بقى في الروتين فقلنا ان الفيز واحد بيولد بلسيتنج طب لو جبت ثلاثه فيز ثلاثه فيز المفروض ان واحد احمر وواحد اخضر وواحد ازرق الثلاثه دول عاملين 120 درجه فكل واحد بيتكون بلسيتنج لوحده لو جمعت الثلاثه مع بعض فمحصلتهم بتطلع كونستنت ماجنتيود يعني مش بتكبر وتصغر لا دي ليها ماجنتيود كونستنت وبتلف على سطح المكنه بسرعه بسميها روتيتنج ماجنتيك سينكرون سبيد ان اس سينكرون سبيد اللي هي ان اس الكلام ده خدناه في بدايه كلامنا على السينكرونس ماشين سمستر فبص له وراجعه كده بسرعه دي شكل الويف الثلاثه بيكبروا كل واحده بتبص عليها الاحمر بتكبر وتصغر الازرق بتكبر وتصغر كل واحد ثابت مكانه لا الرسم ده ثابت لا ده واحده تكبر وتصغر وتقلب وتكبر وتصغر وهكذا. التلاته لما تجمعهم تطلع الويف اللي فوق دي الثابته. ما بتكبرش ولا تصغر ثابته لكن ماشيه. مش ثابته في مكانها. دي اللي بسميها على سطح المكنه تبقى روتيتنج. يبقى ده روتيتنج ماجنتيك فيلد. دي فكره عمل بقى الاندكشن موتور الاساسيه، يعني من غير ما تفهم الفكره دي مش هنقدر نكمل. فعشان كده بس انا حطيتها هنا للمراجعه. وكنا حسبناها خدنا اثبات رياضي وحسبناها وطلعت قيمتها 3 على 2 في اف بتاعت الفيز الواحد والكلام ده كله مش محتاجينه كقيم احنا هنا بس محتاجين تبقى فاهم الفكره. تعالوا بقى نتكلم على الاندكشن موتور ندخل بقى في الموضوع 3 فيز اندكشن موتور بيتكون من ايه؟ بيتكون من ستيتور وروتر. الستيتور زيه زي الستيتور بتاع السنكرونس ماشين بالظبط. 3 فيز وايندنج متماثلين وبينهم 120 درجه. تقدر انت توصلهم يا ستار يا دلتا زي ما انت عايز يبقى اللوحه اللي في المكنه تلاقي في لوحه في الجنب كده فيها A B C هنا بس هيزود حته ثانيه كمان خليها معلش او U V W ايا كان المعنى هتلاقي U V W وهنا A B C و A داش B داش C داش محطوطين بالوضع ده المكنه الوايندنج دي بين A و A داش في كويل وبين بي وبي داش في كويل وبين سي وسي داش في كويل وكل واحد طالع له طرفين واصلين على المسامير دي. دي ستيت ستيت ثابته ستيشن ما بتلفش مفيش فيها مشكله. اهي زي ما باينه قدامك في الرسمه دي مش واضحه قوي لكن يعني عباره عن سلوتس فيها وايندنج متماثله. انا هنا مسكتهم بكويل واحد بالتبسيط كل واحد كانه كويل واحد. فهم دول ثلاثه كويل متماثلين وبينهم 120 درجه. عايز توصلهم الصاد وتبدا توصل الثلاثه دول مع بعض يبقى ده نيوترال وتطلع بثلاث سلكات كده يبقى دول الثري فيز لاين ويبقى الفولت بين هنا وهنا توصله لاين فولتج في الحسابات احنا بنحتاج الفيز يبقى نقسمه على جزء ثلاثه لان كده متوصله الصاد طب لو المكنه دي نفسها وصلتها كده ايه بي سي A داش B داش C داش وصلتها كده دي كده تبقى متوصله دلتا ليه؟ لان بتوصل A بC داش
وبعدين A داش بB وB داش بC. يعني لو دول الكوري بتوعنا اهو ثلاثة كوري اهو هي كام وضعهم؟ A و A داش و B و B داش و C و C داش. فأنت موصل A بC داش اهي وطالع منها بصفر. موصل C بB داش اهي وطالع منها بصفر. موصل A داش بB اهو طالع منها بصفر. يبقى دي موصلة دلتا. ويبقى الفولت هنا من أي طرفين دول هو الفيز مش اللاين. لأن هنا دي دلتا والدلتا اللاين هو الفيز. أنا محتاج الفيز يبقى ده الفيز على طول. يبقى دي بيقول لي هي إيه؟ برضه هتلاقي السلايد دي هي نفسها بالظبط بتاع السنكرونس كوبي وبيست ما غيرتش حاجه فيها. هتلاقي مكتوب ان الستيتور عباره عن 3 فيز وايندنج محطوطه في سلوتس محفوره في السطح الداخلي للستيتور. الاند بتاعت الكويل دي متوصله يا اما ستار يا اما دلتا زي ما انت عايز متوصله بعد كده بالاي سي ظبط. يبقى الستيتور بتاع السنكرونس هو الستيتور بتاع الانفرشن ما فرقش. طب الروتور في السنكرونس كان ايه وهنا ايه؟ لا ده مختلف. الروتو في السنكرونس كان عباره عن اقطاب سواء سيريال او نون سيريال. فاكرين الكلام ده؟ السيريال اللي فيها بروز، النون سيريال اللي هي سوار. وبتوصلها فيها كويل وبتوصلها بدي سي فيمغنط يولد اقطاب. لا انا هنا عندي مفيش اصلا اقطاب ولا في حاجه. امال الروتو عباره عن ايه؟ الروتو نوعين. النوع الاول بسميه سكويرل كيج روتو. أو ساعات يسموه براشلس روتر لأن مفيش براشز. ده عبارة عن إيه؟ السكوير كيج روتر. سكوير كيج يعني قفص السنجاب. السكوير اللي هو السنجاب. السنجاب القفص بتاعه والله أعلم شبه الروتر. فأطلقوا عليه سكوير كيج روتر. حتى في الكتب العربي هتلاقيه يقول لك عضو الدوار اللي هو الرطب ذو قفص السنجاب. كويس؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن اسطوانه. والاسطوانه دي اسطوانه كده. الاسطوانه دي بيحمل فيها سلوتس. سلوت سلوت ثاني سلوت ثالث وهكذا. وبعدين يجي يحط كل سلوت من دول يحط بار قضيب من الالومنيوم او من النحاس. النحاس لو المكنه غاليه ويهمك الكارتيس بتاعتها الالومنيوم عشان رخيص وتخلص. كويس؟ فبتحطوا بار جوه البارز دي. يعني البار حط جواه كده قضيب والتاني ده جواه قضيب والتالت جواه قضيب وهكذا. وبعدين يجي يلحم الاطباق دي بحلقه من هنا وبحلقه من هنا. فده المنظر بتاعها اللي فوق. قضبان طبعا هنا دي طالعه بره الروتو. انت ما بتوصلهاش كده وبعدين تحطها جوه الروتو، لا انت بتعمل العكس، بس هنا هو فككها عشان يوريك المنظر. بتجيب الروتو اسطوانه فيها سلوت تسقط فيها الكوندكتورز كده البارز تلحمها من هنا بحلقه تلحمها من هنا بحلقه. الحلقه دي بسميها الاند رينج. يبقى هي عباره عن بارز من الالومنيوم او من النحاس ملحومه من الناحيتين معمول عليها شورت سيركت من الناحيتين باستخدام حاجه بسميها الاند رينج. حلقه النهايه او حلقه الاطفال. كويس؟ الرسمه دي يمكن مش واضحه قوي لكن لو شفتوها انتوا بعد كده لما تنزل الباور بوينت وتبص عليها او تنزلها على الكمبيوتر هتلاقي عباره عن الاسطوانه هي لونها اسود في خطوط كده بتلمع دي الالومنيوم بارز وملحومه من هنا بحلقه ومن هنا بحلقه. ودي وضعها الرسمه اللي تحت دي وضعها جوه الماشين. يبقى جوه الماشين الستيتور 3 فيز وايندنج والروتور اللي هو اسطوانه نحاس اسطوانه حديد الكور القلب وفيها الضباط النحاس اللي هي بالشكل ده مكتوبه من هنا ومكتوبه من هنا. زي ما باين ان ده سنجل اكسايتر بيتغذى بس من الستيتور ما بيتغذوش من سيد الروتور. يعني مش زي السنكرونس. السنكرونس بتوصل 3 فيز سبعه لاين على الستيتور وتوصل دي سي على الروتور عشان تعمل اقطاب. لا انا هنا ما بوصلش حاجه على الروتور. وطبعا هيبقى احسن. ليه؟ اولا هيبقى ارخص. انت مش عايز تجيب سلك وتلف وتعمل وايندنج. انت مجرد شويه قضبان نحاس بتسقطها كده او الومنيوم وتلحمها من هنا ومن هنا. بيبقى صلب.
مفيش احتمال انه يتحرق ولا يتفك ولا يجرى له اي حاجه من يوم ما تشتري لغايه من يوم ترميه، مش حاجه حاجه للجوه. في قضيب معاه هيتحرق، هيتحرق ازاي؟ وبعدين برضه احتمال انه يتفك من مكانه مش هيحصل. ف بنقول عليه رجل. طيب ازاي هيدور؟ هنتكلم عنها دلوقتي. لكن هو ده النوع الوحيد. يبقى النوع الاول معلش سكوير كيج بسرعه عشان اللي بيقرا. سكوير كيج وايندنج كونسيست اوف بارز اللي هي القضبان امبيدد متبيته او متقيمه في سلوتس في لوتو سلوتس شورت سيركت من ناحيتين باستخدام الان رينج. سكوير كيج موست كومن تايب ده اكتر نوع بيستخدم اللي هو السكوير كيج زي ما قلنا لانه بيبقى رخيص وصلب وما بيجراهوش حاجه ومش محتاج صيانه مفيش براشز بحيث هتحتاج انك تنظف و تشيل الكربون اللي على الحلقات النحاس ولا حاجه من دي. فعشان كده ده بيبقى وعشان كده جاي اسم براشلس لان النوع الجاي فيه براشز هتكلم عنه. ده النوع الاول. النوع الثاني بسميه وورد روتور اندكشن موتور. يعني اندكشن موتور الروتور بتاعه ملفوف او بيسموه سليب رينج اندكشن موتور لان زي ما هنشوف ده بحتاج فيه سليب رينج عشان اوصل بيه. طب ده شكله ايه؟ ده ثلاثه فيز وايندنج زيهم زي اللي في الستيتور بالظبط. يبقى في سلوتس فيها ثلاثه فيز وايندنج وبينهم 120 درجه متماسكين بس ما بيتوصلوش دلتا او ستار، لا دول متوصلين ستار فقط. يبقى الوورد روتور لازم يبقى ستار وبالتالي بيبقى طالع منه ثلاث اطراف من الثلاثه فيز من A وB وC لان A داش B داش C داش متوصلين مع بعض وما بيطلعلكش الطرف. الثلاث اطراف دول بيطلعهم على ثلاث حلقات نحاس بسميهم سليب رينج لان اللوتو ده بيلف. وزي ما هنشوف ان انا هحتاج اوصل له مقاومه خارجيه او اعمل عليه شورت سيركت. فلازم عشان اوصل له وهو بيلف ما ينفعش اطلع بالثلاث اطراف هتكعبله. فبوصلهم على ثلاث حلقات نحاس ويبقى فيه ثلاثه براشز متوصلين على الثلاث حلقات نحاس دول. عشان كده بيسميه سليب رينج لوتو لان فيه حلقات نحاس اللي بسميها سليب رينج او بيسميه وورد روتور. طب ده فايدته ايه اذا كان التاني حلو وجميل؟ ده فايدته ان انت ممكن تغير مقاومه الروتور وبالتالي تقدر تغير سرعه الماشين. طريقه من طرق التحكم في سرعه الماشين ان انا اغير مقاومه الروتور. في النوع الاولاني ما ينفعش في السكوير كيج مع ان احنا بنعملها بطريقه معينه هنتكلم عنها بعد كده. بنغيرها بس في الديزاين طريقه معينه في الديزاين. لكن دي طريقه سهله هنا انك تحط الروتور تطلع ثلاث اطراف تحط مقاومه متغيره تغير زي ما انت عايز تقدر تغير السرعه زي ما انت عايز. حاجه ثانيه انه بيستخدم في الستارتنج. في الستارتنج انا عايز مقاومه الروتور عاليه عشان ما يسحبش تيار كبير ويقوم الموتور وبعد ما يدور بشيل المقاومه. فهنا ينفع لكن في السكويل كيج ما ينفعش. فعشان كده ده ليه مزايا وده ليه مزايا. ده عيبه انه غالي انك هتضطر تلف وايد. عيبه كمان انه محتاج صيانه لان في البراشز فرش كربون ملبسه بالبراشز فهتتآكل مع الوقت لازم تتنظف ولازم تتغير. ده عيبه لكن ميزته ان هو تقدر تعمل بيه كنترول على السبيد وتقدر تعمل بيه كنترول على الستارتنج زي ما هناخد بعد كده طرق الستارتنج طرق السبيد. الروتور بتاعنا على الثلاث حلقات نحاس اللي طالعين منه ده بتوصله بثلاث فرش. الثلاث فرش دول بتوصله يا اما بمقاومه خارجيه او بتعمل عليهم شورت سيركت. لكن ما ينفعش تسيبهم اوبن. لو سبتهم اوبن الموتور مش هيجيب. ليه؟ هنشرح حاجه لما نتكلم على البرنسبال اوبنش. يبقى انا الموتور بتاعي جزئين. ستيتور 3 فيز وايندنج هوصله على 3 فيز سبلاي مفيش فيه مشكله. يبقى الستيتور 3 فيز وايندنج اهو هوصله على 3 فيز سبلاي سواء ستار او دلتا حسب طريقه التوصيل. الروتور لو هو سكوير كيج فانت مالكش مدخل له. لا طالع منه اطراف ولا حاجه هتلاقي المكنه ست اطراف كده بس. طب لو هو وورد لا هتلاقي في اللوحه دي في ثلاث مسامير كمان. في ثلاث مسامير بتوع الستيتور سته بتوع الستيتور بدايه ونهايه بدايه ونهايه بدايه ونهايه وثلاثه بتوع الروتور اللي هم A وبي وسي بتوع الروتور. A روتور وبي روتور وسي روتور ثلاث مسامير ثانيه. دول اللي بتعمل عليهم شورت سيركت او بتوصلهم بمقاومه فاريبل ريزيستنس زي ما يبقى انت تقدر المكنه من بره مع اللوحه اللي بره تعرف دي سكوير كيج ولا اولد روتور. سكوير كيج فيها ست مسامير بس اللي هم بدايات
المشي. طبعا لو المكنه بتوصلها داخليا بالسطر او الدلتا هيبقى فيها ثلاث اقطاب بس. لكن هو عاده في المكنات اغلبها بيديك ست اقطاب على اساس انك توصلها سطر توصلها دلتا، لان من طرق التشغيل بعد كده حاجه اسمها دلتا سطر ترانسفورميشن بس دلتا. عموما في المعمل عندنا هتلاقي ست اقطاب دول، يبقى دي اندكشن موتور واو سليب رين كويل كيج. لو لقيت تسع اطراف طالعين ست تسع مسامير، ثلاثه منهم هيبقوا بتوع الروتر والسته بتوع السليتو العادي، يبقى دي النوع الثاني اللي هو الواو روتر او السليب رين. فكره العمل الاكويفلنت سيركت كل واحد، يعني احنا بس هنا بنوضحهم كتركيب. لما نيجي نتكلم على السبيد كنترول هقول لك النوع ده بيعمل كذا النوع ده بيعمل كذا، لكن مفيش فرق مش زي السيريال والنون سيريال، دي كانت حاجه ودي حاجه ثانيه دي شغل ثاني. لكن هنا لا، هي نفس الكوفرنت سيركت نفس الشغل نفس كل كله مفيش حاجه ما يفرقش معاك يعني في المساله ده اندكشن ولا سليب رينج ولا سبيد كيج. ننقل على البرنسبل اوبريشن ازاي الموتور ده بيشتغل، هنشرحها بطريقتين، طريقه مبسطه قوي وطريقه يمكن نربطها بالخدمات السنه اللي فاتت في الانرجي كونفكشن. خلينا بالطريقه المبسطه هي ايه؟ دلوقتي انت عندك 3 فيس سبلاي وصلته على الستيت بيقابل الستيت بتاعنا. وصلت عليه 3 فيس سبلاي 3 فيس سبلاي هيتولد على سطحه روتيتنج ماجنتيك فيلد، يعني ماجنتيك فيلد فيها موجه وسالب وبتجيب بسرعه اسمها ال اس. ماشي؟ أنا عندي الروتر أهو بداية الروتر ما بيدورش. الروتر لسه ما بيدورش. بتوصل السبلاي بيتولد روتيتنج ماجنتيك فيلد اسمها ان ليها كونستنت ماجنتيود وبتدور بسرعة ان اس. يبقى كأن عندي أقطاب بتلف. طب إيه اللي يحصل؟ الكوندكتور اللي موجودة هنا اللي هي البارز اللي إحنا قلنا عليها اللي معمول عليها شورت سيركت. تعال بص لي على الكوندكتور واحد بس ده بس دلوقتي شايف بس ماكسيموم بوست، بعد شويه هيجي له زيرو، بعد شويه هيجي له نيجاتيف هيبقى ماكسيموم نيجاتيف هيجي له زيرو وهكذا، يبقى شايف فلكس متغير. هيتولد اي ام اف اي بتساوي دي فاي باي دي تي، سيبك من ماينس دلوقتي ماينس انشارلز اتجاه، يبقى نتيجه تغير الفلكس هيتولد جوه الكوندكتور ده اي ام اف اسمها اي بتساوي دي فاي باي دي تي، والكوندكتور اللي بعده نفس الكلام واللي بعده نفس الكلام. بما ان الكوندكتورز دي معمول عليها شورت سيركت من هنا ومن هنا، الفولت اللي هيتولد ده هيولد ايه؟ دايره فيها فولت ومعمول عليها شورت سيركت. تمام. هيولد تيار، يبقى هيمشي جوه الكوندكتور ده تيار، التيار ده جه بالاندكشن بالحس من هنا جاي اسم المكنه اندكشن موتور. بقى عندي دلوقتي ايه؟ عندي تيار ماشي جوه الكوندكتور وعندي فلكس، يبقى بايدك اليمين مش الشمال. فليمنج بيقول لي ايه؟ لما عندك تيار وفلكس يتولد فورس، يبقى هيتولد على الكوندكتور ده فورس ويتولد على الكوندكتور ده فورس وده فورس. فورس ديستانس يديني تورك. تورك هيبقى ادي فكره العمل بمنتهى البساطه. ماشي كده؟ طيب نقولها بطريقه ثانيه. السنه اللي فاتت خدنا لما يبقى عندك اثنين فلكس بينهم زاويه يتولد تورك بيتناسب مع الفلكس ده في الفلكس ده في ساين الزاويه بينهم. مش خدت الكلام ده؟ طب ما هو هنا عندي كده. وهيقول لك انا عندي فلكس واحد. لا، انت عندك فلكس جاي من السبلاي. السبلاي سي فيز وايندنج ولد لي فلكس. لكن لما الفلكس ده قطع الموتور ولد كارنت جوه الكوندكتورز. طب ما الكارنت دي كمان 3 فيز كارنت هتولد لي هي كمان روتيتنج ماجنتيك فيلد. يبقى بقى عندي اثنين روتيتنج ماجنتيك فيلد. الاثنين بيلفوا بنفس السرعه. الزاويه بينهم مش هيبقوا منطبقين مع بعض، هيبقوا بينهم زاويه اللي بسميها دلتا، وبالتالي اتولد تورك نتيجه اثنين فلكس بينهم زاويه دلتا. يبقى كده فهمناها بالطريقه البسيطه المبسطه في الاول خالص بتاعتنا. ماشي؟ عايز تربطها باللي خدناها في الترم اللي فات اللي هو ازاي بيولد التورك، فاكرين؟ قلنا في الدي سي انا عندي اثنين فيلد. واحد بتاع الفيلد اللي انت حاطه على الدي سي، الدي سي
كارت بس صبع كده دي سي كان عن شمالي وجنوبي ده بيولد بينهم فلاكس فلاكس بتاع الفيل وعندي نورمال بيمشي طيار هذا الدراشي الكلام ده انت بيمشي طيار بيولد فلاكس ده فاي بتاع الروب هانشال اكشن فلاكس الاثنين فلاكس دول بينهم زاويه 90 عشان كده كنت هنا بختار الدراشز احطها في المكان ده عشان تولد لي 90 درجه يبقى ده داخل وده خارج تولد لي 90 درجه ثم وضعهم طبيعي جدا الوضع اللي في مصر. يبقى فلاكس كده 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 خلاص العكس. يبقى داخل كده خارج كده وعامل فلاكس في الاتجاه ده وده الفلاكس. يبقى الاثنين فلاكس دول هم اللي مولدين التوت في الدي سي ماشين. طب في السنكرونس انا كان عندي اثنين فلاكس ايوه عندي اثنين فلاكس في السنكرونس اللي هم ايه؟ الفيلد اللي هو الدي سي اللي انت حاطه مغنط الاقطاب اللي في الرطب هذه الرطب بتحط له دي سي فبتولد فلاكس هنا وعندك فلاكس تاني ده بتاع الفيل وعندك فلاكس تاني بتاع 3 فيز سبلاي متوصل على 3 فيز وايدنج فبتولد لي روتيتنج فلاكس وعندي فلاكس تاني الفلاكس ده والفلاكس ده بيبقوا زاويه بتولد توك والزاويه سميناها دلتا توك انجل والكلام ده كله فاكرين؟ يبقى اي ماشين عشان تولد توك لازم يبقى فيها اثنين فلاكس شفناها في الدي سي وشفناها في الاي سي سيكونز نشوفها بقى عندنا هنا في الاندكشن نفس الكلام موجود موجود الثري فيز سبلاي والريجوليتنج ماجنتيك فيلد بتاثير الاندكشن اللي هو بنسميه الحس الكويل الفلاكس ده بيقطع ملف سواء الملف ده واوند روتور زي في النوع بتاع الواوند روتور او سكوير كيج ما يهموش هو المهم ان في ملفات بتقطعها فلاكس الفلاكس لما يقطع الملف يولد دي ام اف لما عامل شورت سيركت يمشي طيار طب لو ما عملتش الشورت سيركت مش هيمشي طيار وبالتالي مش هيتولد الفلاكس الثاني وبالتالي مش هيتولد الفولس فمش هيدور الموتور عشان كده في الواوند روتور قلت لك لازم تعمل عليه شورت سيركت تحط له مقاوم يعني لازم تقفل دايركت في السكوير كيج مقفوله مقفوله مش بايدك معمول عليها مفهومه من هنا ومن هنا خلاص ايه مفيش فيها مشكله لكن في الواوند روتور ودي مهمه قوي في المعمل هيبقى عندنا واوند روتور هنشوفه لو نسيت الوايند الروتور ما عملتلوش شورت سيركت او ما حطيتلوش على الاقل مقاومه لازم شورت سيركت لازم تقفل الدايره وخلاص حتى لو قفلتها بمقاومه مش مشكله يمشي طيار لان اتولد اي ام اف لكن لو سبت الروتور مفتوح ما يتولدش اي ام اف سوري ما يتولدش كارب هيتولد اي ام اف غصب عنك لان الفلكس بيقطع الواين هيولد اي ام اف لكن انت فاتح الدايره فمش هيمشي كارب بقى عندك فلكس ما عندكش الكارب عشان تولد الفلكس لكن لما تعمل شورت سيركت الاي ام اف اللي اتولدت نتيجه تغير الفلكس اللي هي بتحس الذات اللي بنسميه انديوز اي ام اف عشان كده الاسم الاي اسمها انديوز اي ام اف والموتور اسمه اندكشن موتور يبقى الحس الذات ده هو اللي ولد لي اي ام اف في الروتر الاي ام اف اللي انك عامل شورت سيركت على الوايندنج يبقى في الحاله دي يمشي كارنت الكارنت مع الفلاكس يولد فولس بدون الموتور او بص لها من الناحيه الثانيه الكارنت بيولد هو كمان فلاكس يبقى 3 فيز كارنت 3 فيز وايندنج في الواوند روتور 3 فيز كارنت 3 فيز وايندنج فيولد فلاكس يبقى عندي اثنين فلاكس الاثنين بينهم زاويه يتولد تور ماشي لغايه كده طيب نيجي بقى لنقطه مهمه الموتور هيبتدي يدور فهعرف الاتي سرعه دوران الموتور هسميها ال موتور يبقى عندي هنا حاجتين بيلفوا موجه على سطح الاستيتور مظبوط وموتور نفسه بيلف يبقى انا عندي لسه في حاجه ثالثه حاجتين دول لكن خلينا دلوقتي في الحاجتين دول عندي موجه على سطح الاستيتور بتلف وموتور حته حديده بتلف هل ممكن سرعة الموتور توصل لسرعة السنكرونس سبيد؟ لو وصلوا الاثنين بيدوروا بنفس السرعة، تعالي بقى نرجع للفكرة من الأول، هل الكوندكتور هيشوف فلاكس متغير؟ ويلف معاه بنفس السرعة؟ مع الماكسيمم هيفضل طول عمره ماكسيمم، فمفيش دي فاي باي دي تي، يبقى الفولت مش هيتولد، يبقى الفكرة من أساسها هتتهد. يبقى ما ينفعش ابدا ان ام تساوي ان ام تساوي ان اس لازم تبقى اقل منها ولو بحاجه بسيطه
تجاوزت بنقول اتنولود تقريبا بمقدمه تقريبا. يعني لو انت عم شفتها في المعمل هتلاقي اتنولود انت عندك مثلا مكان 4 فولت حاطط 50 هرتز، لو حسبت السرعه 120 اف اس على دي تطلع 1500. لو قست ايه سرعه الموتور اتنولود من غير ما يبقى محمل هتلاقيه 1495 مثلا، ما يوصلش 1500 لكن تقريبا بنقول تجاوزا تقريبا. ليه؟ لان هو لازم يتولد شويه تورك على الاقل يدور الموتور الفريكشن والاتكاك. انت مش حاطط نور مش واخد اوت لكن في فريكشن، فما تقدرش تقول ان التورك صفر. التورك صفر يبقى الموتور هيقف. عشان تبقى في تورك لازم يبقى في فرق صغير بينه. هنعرف حاجه جديده اسمها السليب اس. السليب دي هي ان اس ناقص ان ام على ان اس منسوبه للسنكرونس سبيد. فالسنكرونس سبيد ناقص سرعه الموتور على السنكرونس سبيد. اس دي تتراوح بين كام وكام؟ اكبر قيمه ليها كام واصغر قيمه ليها كام؟ اكبر قيمه لما الموتور ما يبقاش بيدور، لما تبقى لسه في الستارت، او لو انت ماسكه بايدك منع من الدوران بنسميه بلوكد لود، يبقى ستارتنج او لما نعمل له بلوكينج بلوكد لود. دي بقى ان ام بصفر، ولو ان ام بصفر هتبقى اس بتساوي واحد. لما ان ام بتساوي صفر اللي هو ستارتنج او بلوك، ساعات بيسموه لوك، يعني يا لوك يا بلوك، الاثنين الكلمتين بيستخدموا لوك. طيب ده اكبر اس. اصغر اس كام؟ اصغر اس تقريبا صفر لما ان ام تساوي تقريبا ان اس، وده بنقول ات نو لود. يبقى عندي نو لود اس تقريبا بتساوي اس. دي بيسموها السليب، معامل الانزلاق بالعربي بيسموها معامل الانزلاق. هنشوف ليه يسموها ماشي غير كده. يبقى انا دلوقتي عندي فرق بين حاجتين، السنكرونس سبيد اللي هي في السنكرونس ماشين ما كانش فيه غيرها، كانت السنكرونس سبيد المكنه بتقول بالسنكرونس سبيد كله سنكرونس سبيد، لكن هنا لا، هنا انا عندي سرعه الموتور لا يمكن انها تصل الى سرعه السنكرونس سبيد، لازم دايما اقل منها بحاجه بسيطه. الحاجه البسيطه دي ممكن نتجاوز عنها ونقول تقريبا، لكن ما اقدرش اقول بتساوي، لان لو قلت بتساوي يبقى الفكره كلها تهد الاول. يبقى عشان نشتغل الاندكشن موتور لازم سرعته تبقى اقل ولو بحاجه بسيطه جدا من السنكرونس سبيد، لكن يقدر يشتغل لغايه لما سرعته تبقى صفر. ماشي؟ هنشوف الكاركترستيك بتاعته بعد كده. ده السليب. طيب هندي شويه تعريفات اللي تهمني. ان ام دي روتور سبيد، سرعه الروتور، سرعه الحديد نفسه، سرعه الشفط اللي بيلف، سرعه الروتور. With respect to state، الستيت ثابت، فسرعته بالنسبه لحاجه ثابته 1500 1400 1300 ده بالنسبه للستيت. عندي ان اس دي سرعه الموجه اللي على الستيتو، مش سرعه الستيتو، الستيتو ما بيدورش، الستيتو ده جسم المكنه. سرعه الويف الاي ام الفيلد الماجنتيك فيلد اللي بتاع الموجه اللي هي سميناها روتيتنج موجود فيلد، اللي هي فكره العمل اساسا الروتيتنج موجود فيلد اللي هي كونستنت ماجنتيود وبتدور بسرعه ان اس. يبقى الويف اللي على الستيتو سرعتها ان اس. طيب الروتور نفسه لما هيمشي فيه تيار زي ما اتفقنا 3 فيس كارنت هيولد هو كمان فلكس، فانا عندي فلكس في الروتور. الروتور ده الفلكس ده بيدور بسرعه هسميها ان ار. يبقى ان ار هنا مش سرعه الروتور، خلي بالك ان ار كانت واحده ذا سبيد اوف ذا روتور فيلد او ماجنتيك فيلد. يبقى الروتور على سطحه في موجه زي الموجه دي، الاثنين احنا قلنا اثنين فلكس بينهم زاويه ضد، يبقى الفلكس الاولاني ده سنكرونس سبيد، الفلكس الثاني ده اللي جاي على الروتور. سرعته بالنسبه للروتور ان ار. واضح؟
الحته دي تاني. يبقى انا عندي غضروف نفسه، خلينا في حاله الاربعه هول عشان تبقى الفكره سهله. عندي اربعه هول ماشين فريكونسي 50 والمكنه بيب بتساوي 4، يبقى ان اس هتبقى 1500. انا عندي هنا موجه بتدوس بسرعه 1500 ار بي ام، هي ان اس. عندي رطل، الرطل ده التلج ولا الطرق مش عارف ايه، وهبتدي دور حسب الحمل اللي محطوط عليه هتبقى سرعته. افرض ان سرعته مثلا 1300 ان ار ان ام، سوري ان بتاع الموتور نفسه، بتاع الموتور مش شرط موتور، افرض انها بتساوي 1500 و1000 سوري 300. طب خليها 350 عشان الاس ما تبقاش سهله. يبقى لو حبيت تحسب اس هتبقى بكام؟ ان اس ناقص ان ار يطلع 150 على 1500 تطلع 10%، 1 من 10. ماشي؟ في الحاله بتاعتنا دي. طيب الرطل ده نفسه هيمشي فيه تيار اللي ولد الطرق، التيار ده هيولد فلكس، الفلكس دي هيبقى ليها برضه موجب وساهم كده. ايه اللي بيحصل؟ الموجه دي بتلف ب 1500، هيحصل تجاذب بين السالب مع الموجب والموجب مع السالب وهكذا. يبقى لازم الموجه اللي على سطح الرطل تزود بسرعه كام هي كمان؟ حاجه بتلف ب 1500 في تجاذب بينها وبين حاجه ثانيه، يبقى الثانيه دي هتلف بكام هي كمان؟ 1500. بس ايه؟ سرعه مطلقه 1500. لكن سرعتها بالنسبه للرطل اللي هو بيدور ب 1300، الرطل اوريدي شايلها بيدور ب 1300، فهي لازم تجري بالكام؟ بال 200. يبقى اذا ان ار هتساوي ان اس ناقص ان ام، اللي هي خارجنا دي هتبقى 200. يبقى انا عندي موجه على سطح الاستيتور بتجري ب 1500، عندي رطل نفسه حته حديد بتجري ب 1350، 1350 تبقى 150 سوري. خليها 150 معلش. 1350. يبقى انا عندي موجه على سطح الاستيتور بتجري بسرعه 1300. وعندي رطل نفسه بيدور بسرعه 1350. الموجه اللي على سطحه عشان تبقى ستيشنري مع الموجه الثانيه يلفوا مع بعض بنفس السرعه لازم تدور بالفرق اللي هو 150، هو شايلها اوريدي وبيجري بيها بسرعه 1350، يبقى هي يا دوب عليها تاخد الفرق. ومن هنا التعريف ده ممكن واحد تاني يقول لي طب ما انا اقول ام ار على ام اس ينفع، بس احنا ام ار مش هنستخدمها كتير، احنا اللي بنستخدمه دايما يا اما ان اس بتاع السنكرون سبيد يا اما ان ام بتاعت الموتور نفسه. فان ار ما بنستخدمهاش كتير عشان كده القانون هيتبرك هنا بدايه ان اس وان ام، لكن اللي عايز يقول ان ار على ان اس صح مش غلط. طيب يبقى دلوقتي نرجع للموجه، انا عندي موجتين، واحده جايه من السبلاي اللي هي ان اس بتساوي 120 اف اس على بي. اذا الاف اس بتساوي ايه؟ ان اس في بي على 120، مش كده صح؟ 120 اف اس على بي، يبقى اف اس بتساوي ان اس في بي على 120. طب لو انا عايز اطلع اف بتاعت الروتر، هو الروتر ليه فريكونسي؟ مش الروتر، الكهرباء اللي في الروتر، التيار بتاع الروتر، التيار اللي اتولد في الروتر ليه فريكونسي، عايز اطلعها، اطلعها ازاي؟ هتبقى بنفس القانون ان ار في بي على 120. مش ان اس دي الفريكونسي بتاعت الموجه اللي على الستيتور، وان ار الفريكونسي بتاعت الموجه اللي في الروتر. يبقى الفريكونسي هنا نقدر نطلعها بدلاله ان اس، ودي نطلعها بدلاله ان ار. شيل ان ار وحط بدلها اس في ان اس، ان ار اس بتساوي ان ار على ان اس، يبقى ان ار بتساوي اس في ان اس. القانون ده يطلع لي اس في اف يبقى اف 1 بتساوي اس في اف اس. طب تعالى نطبق في المثال بتاعنا. في المثال بتاعنا انا اف 50 هرتز، اف بتاع السبلاي اس 50 هرتز. يبقى اف 1 بكام؟
واحد من عشرة بخمسين. بتبقى كام؟ خمسة هيرتز. خمسة هيرتز دي فريكوانسي بتاع التيار اللي في الروضة. يبقى أنا عايز أفرق بين حاجات، معلش الحاجات دي أساسية لازم نركز فيها شوية. عندي 3 فيز سبلاي فريكوانسي بتاعته 50 هرتز، توسع على 3 فيز وايندنج والليد الموجة على سطح المكنة بتدور بسرعة 1500 ار بي ام. طبعا حسب عدد الأقطاب في المثال اللي احنا اتكلمنا عليه 1500 ار بي ام. المكنة هيبتدي الفلكس ده يقطع البارز فيولد فيها اي ام اف، ولأن معمول عليها شورت سيركت من ناحيتين، أو لو هي وراوند روب معمول عليها شورت سيركت أو متوصلة بالمقاومة هيبتدي يمشي تيار لأن الدايرة بقت مغلقة. بقى في تيار في الروتر. تيار الروتر ده الفريكوانسي بتاعته كام؟ مش زي الفريكوانسي بتاعت السبلاي. امتى تبقى قد فريكوانسي السبلاي؟ لما الروتر يبقى واقف. لما اس تبقى واحد. يعني ات ستارتنج او لما تعمل له بلوكد. لانك لو عملت له بلوكد منعته من الدوران يبقى انت عندك ترانسفورمر. مش خدت ترانسفورمر؟ الترانسفورمر 3 فيز ايه؟ 3 فيز وايندنج فيز. البرايمري 3 فيز وايندنج في السكند. طب ما هنا انا عندي كده 3 فيز وايندنج في الستيتور 3 فيز وايندنج في الروتر وبس بينهم ارجاع، لكن هو كترانسفورمر يبقى ترانسفورمر ساعتها مفيش حاجه بتلف. يبقى فريكوانسي هنا زي فريكوانسي هنا صح لان المساحه هتبقى بواحد. طب لو سمحت له بالدوران هيبتدي يتولد تورك، يبتدي الموتور يدور، تبتدي سرعته تزيد، تبتدي اس تصغر لان اس كانت واحد، تبتدي اس تصغر حسب بقى اللود اللي انت حاطه. لو انت سايبه اتنولود مش محمل سرعته هتعلى تقرب جدا من السنكرون سبيد وبالتالي يوصل الفريكونسي هنا تقريبا صفر. تقريبا صفر لان فريكونسي واطيه جدا لان هو الاثنين بيدوا تقريبا بنفس السرعه فمفيش قطع للفلكس. لكن عند اي سرعه ثانيه اس تتراوح بين الصفر والواحد. يبقى اس تتراوح من الصفر هنا ما اقولش تساوي بقى قول تقريبا تساوي تقريبا وبين الواحد ده فعلا. لكن لو تتكلم عن ام ام هتلاقي ان العكس بقى ان ام اصغر من او تساوي تقريبا ان اس لما صفر يبقى كده ماشي او اكبر من او تساوي زيرو. دول العلاقات دي يعني اس بتزيد في اتجاه عكس اتجاه الام. لما تيجي نرسم المنحنيات بعد كده لو رسمت ده اتجاه السرعه تبقى اس في الاتجاه المضاد لان اس بتساوي واحد لما السرعه تبقى صفر واس بتساوي صفر لما السرعه تبقى واحد باليونت. يعني ان اس قد ان ام لو اتكلمنا باليونت تبقى لما توصل واحد باليونت ماشي. دي التعريفات اللي قلناها. ركز قوي بين السرعه بتجيبها بالنسبه لايه؟ هتلاقي ان ان ام الروتر سبيد ويز ريسبكت تو ستيبل ستيشنري ثابت. ان اس سرعه الويف اللي على الستيتور ويز ريسبكت تو ستيتور نفسه. لكن ان ار سبيد اوف ذا روتر ويز ريسبكت تو ذا روتر الروتر اللي بيلف. يبقى دي سرعته منسوبه للروتر. لما تيجي تجيب سرعته المطلقه لازم تجمع صورة الروتر عليه، فإن ار مجمعك عليها إن ام تديك إن اس. أو العكس، إن ار عايز تجيبها إن اس ناقص إن ام، ومن هنا طلعها فريكونسي اف اس واف ار. الإي ام اف إيكويشن هي نفس الإي ام اف إيكويشن اللي خدناها في الإندكشن موتور في السنكرونس موتور. مش هنعيدها تاني طبعًا عشان كده بقول الكورس ده مبني على الكورس اللي فات، لازم تكون خلصت الكورس اللي فات وفاهمه على الأقل. الإي ام اف لو فاكرين 4.4% في اف فاي في ام فيز في كي دبليو اللي هي كي دي في كي سي ماشي؟ سميناها كده. الاثبات بتاعها كان جاي كده بالاثبات بسيط ان اي بتساوي ناقص ان فاي باي تي فرق فلكس ساينسويدال فضلت طلعت المعادله بتاعتنا هنا مش هنفضل في تفاصيلها خدتها من السنه اللي فاتت لو قلت لنا اللي فاتت هو نفس الوايننج هو ندخل بقى في اخر حاجه نتكلم عنها اللي هي الايكويفلنت سيركت. دي طويله شويه فنركز شويه ركز شويه لو سمحت محدش يكتب نركز في الكلام اللي عايزه. انا هبدا بنفس الكلام اللي قلناه
التسلسل بتاعه. لو الموتور ده ما بيدورش يبقى ايه؟ ترانسفورمر. لو الموتور منعته من الدوران يبقى ترانسفورمر. يبقى الاكويفلنت سيركت بتاعتي هي نفس الاكويفلنت سيركت بتاعت الترانسفورمر بالظبط. بير فيز. يبقى كل شغل هنا ايه؟ بير فيز. هتلاقي كاتب العنوان بالخط العريض دي كده اكويفلنت سيركت بير فيز. كل شغلي كل البارامتر اللي جوه دي بير فيز فاليو. يعني لو انت شغال ستار الفولت تقسمه على جهاز الثلاثة، الاي ام اف تقسمه على جهاز الثلاثة عشان تحولها لفيز، ماشي؟ لو انت شغال دلتا خلاص هي هي طيار ساعتها هو اللي بيسمع الجهاز. طيب يبقى الحالة الأولى هتستاند ستيل. ستاند ستيل يعني يا إما ستارتنج يا إما بلوك لوب، لسه مفيش حركة. في الحالة دي ان ام هتساوي صفر واس هتساوي واحد، ده هتبقى ايه؟ ده يكون الكونسيبت بتاع الترانسفورمر بالظبط بير فيز، مع اختلاف وحيد هو ايه؟ انك ما بتاخدش منها فولت، هيبقى في اثنين لكن انت عامل عليها شورت سيركت. يبقى دايرة الكونسيبت اللي هي اهي مع تحط لها شورت سيركت في النهاية. في الترانسفورمر ما كانش فيه شورت سيركت، ده كان فيه في 2 داش. فاهمين؟ في البارامتر بتاعتي فكرت ان هي كده بسرعة. قال واحد دي الريزيستنس بتاعت الدرايفر في الترانسفورمر، هنا هتبقى الريزيستنس بتاعت الستيت. اكس واحد الليكج رياكتنس بتاعت الستيت مش الدرايفر، هنسميها بتاعت الستيت. في 1 واي 1 تيار الستيت والبير فيز. ار سي واكس ام اللي كنت بتهمله في الترانسفورمر هنا للاسف ما نقدرش نهملهم هما الاثنين، نقدر نعمل ار سي بس، لكن اكس ام زي ما هنشوف ما نقدرش نعملها. ليه؟ لان هنا في ارجاع، وبالتالي لازم النو لود كارنت يبقى عالي. ما تقدرش تعمله هنا النو لود كارنت حدود 25%، في بعض المكنات بيوصل 50 و60%، فما تقدرش تعمل 25% حتى. وبالتالي في الترانسفورمر كان 5%، فكان بين بشيل الفرع اللي في النص ده خالص. لا هنا ما اقدرش اشيله. طب هعمل ايه؟ هنشوف. بعد كده عندي السكند ريفير تو برايمري سايد. يعني ايه ريفير تو برايمري سايد؟ يعني الداتا بتاعت السكند دي بضربها الار والاكس بضربها في ان واحد على ان اثنين لكل تربيع. الفولت بضربه في ان واحد على ان اثنين، التيار بضربه في ان اثنين على ان واحد. لازم ترجع تذاكر تراجع ترانسفورمر اللي خدته دي بالنهايه. بعد كده بعمل شورت سيركت. يبقى انا عندي برايمري، عندي كور اللي هو القلب طلع اللي في النص. البرايمري سميته هنا الستيتور. الكور هنا هو الكور هو القلب، بس هنا في ارجاب، فبالتالي اكس ام بتاعها كبيره شويه صغيره شويه في حيث التيار عالي. ار واحد وار اثنين داش دول الريزيستنس والرياكتنس بتوع الروتور ريفير تو ذا ستيتور سايد. عاده في المسائل بيدوهم لي ريفير تو ستيتور سايد وخلاص، لكن لو انت عرفتهم كقيم فعليه، لان احنا التيست اللي هنعمله اللي بنطلعه في المعمل بيدوهم لي ريفير جاهزين خلاص. لكن افرض انت في مكان ومديك الداتا بتاعت الماشين مقاومه الستيت كذا مقاومه الروت كذا، ما تحطش مقاومه الروت دي، دي لازم ريفير تو ستيت سايد ضرب في ان واحد على ان اثنين كل تربيع. كويس؟ حيث ان هنا عدد الكابيتال ان مش ان الصغر. طيب تعالى بقى نبص الحتتين بعيني اللي هم اي 2 واكس 2، وهقول لك اشمعنى دول اللي هركز عليهم. اي 2 داش هي اي 2 بتدوس دي ام اف للموتور عند الستاند ستيل. يبقى اي 2 هي بتدوس دي ام اف عند الستاند ستيل، اي 2 داش مضروبه في ان واحد على ان اثنين. اكس 2 هي بير فيز روتور ليكج رياكتنس ات ستاند ستيل. طب اشمعنى دول اللي كتبت عليهم ات ستاند ستيل؟ ما قلتش ار 2 ات ستاند ستيل ليه؟ هي كمان يعني في السكند في الروتور هي كمان المقاومة ما بتتغيرش تغير الفريكونسي، لكن اللي بيتغير تغير الفريكونسي فقط هم الاي 44% في اف 5 في اف، يبقى بتعتمد على اف. يبقى اما الموتور يبتدي يدور الفريكونسي بتاعت اللوتو كانت 50 تقعد تقل لغايه ما توصل 5 مثلا او 1 من 10 حسب ما تكون، فهتقل. يبقى ايه اللي هيتغير؟ اي واكس. بقيه الحاجات مالهاش دعوه بالفريكونسي، مش هتتغير لان الفريكونسي بتاع الستيتو ثابت والموتور لا تعتمد على الفريكونسي. طيب خدنا بالنا من الحته دي، تعالى بقى ناخد الحاله العامه ات ان سليب. احنا خدنا الحاله الخاصه لما الموتور وقف ما بيدورش.
الحاله العامه لما الموتور هيدور ايه اللي هيتغير؟ هنعدله. تعال نشوف ايه اللي هيتغير. انا عندي حاجتين زي ما قلنا هم المهمين عندي. الاي اربعه بتاعت الروتر اربعه من 100 في اف روتر. اف روتر اس اف ستيت. يبقى لو انا كتبت الاي الدائرة دي اقدر
الصلاه بقت الستيت. ليه؟ لان الستيتون اي واحد، لو بصوا على الدايره اللي فاتت دي اهي، اي واحد بتساوي اتنين داش. فلو انا خدت الدايره دي اقدر اشبكها هناك، لان اي واحد بتساوي اتنين داش، احط بعيد الدايره فرعين هنا وهكذا. ما كانش ينفع اعملها هنا لان دي ضرب في اس وما اقدرش اشبكها، لان اي واحد بتساوي اتنين داش، ما بتساويش اس في اتنين داش، وبالتالي انا قسمت على اس عشان اقدر اوصل الدايره. يبقى دايره السكند دي هتبقى الدايره دي كده. طيب الدايره دي هركبها مع الدايره الاولانيه، هتطلع لي الدايره النهائيه اللي انا هرسمها لك حالا دلوقتي ونتكلم عنها بالتفصيل. دي اللي هي اكزاكت كورنر سيركل. اكزاكت كورنر سيركل مش هنستخدمها، هنبسطها، لكن دي اكزاكت كورنر سيركل. فاضل واحد داش اكس واحد، مفيش داش، واحد اكس واحد، دي ار اتنين داش اكس اتنين داش. طبعا بتيجي تحل المساله تحط جي قدام الاكس، لو حد يفتكر في الجامعة اس عادي. ار دور اكس ماجنتايزنج الفولت اللي هنا ده اسمه بي واحد، التيار ده اسمه اي واحد، دي الدايره الكافه بتاعتي. التيار اللي ماشي هنا ده اسمه اي 2 داش، التيار ده اللي هنا اسمه اي نوت، ودي الدايره المكافاه. واحد يقول لي طيب انا بدل ما اعمل سوري هنا على اس، اس ده احنا اشتغلناه على اس. واحد يقول لي بدل ما اكتبها اي 2 داش على اس، انا ممكن افكها حتتين ار 2 داش من غير على اس، واحط هنا قمه ثانيه اسمها ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس، اجمع في ويل يطلع لك ار 2 داش على اس. طب ليه عملتها كده؟ هقول لك حاجه. يبقى اذا الدايره المكافاه بتاعتي دي اللي هي الاكزاكت كورنر سيركل. ليه ما كتبتهاش ار 2 داش على اس وخلاص؟ في المسائل اكتبها ار 2 داش على اس وحلوه خلاص. لكن هنا انا فصلتها ار 2 داش لوحدها وار 2 داش 1 ناقص اس على اس عشان تديني معنى. ايه هو المعنى؟ الجزء ده البرايم اللي هو هنا الستيت. الجزء ده اللي هو الكور. توقفي يا رجاله ولا الجزء ده اللي هو الكور. طب ايه ده؟ ده بيمثل الميكانيكال لود. انت المكنه دي بتاخد منها باور. الباور في الكهرباء بتمثل بالمقاومه. يبقى المقاومه دي بتمثل لي الميكانيكال اوتبوت باور. ميكانيكال اوتبوت باور. ودي بتمثل اللود. عشان كده فكيت الجزئيه في الحسابات اجمعها وانت بتحسب عشان تحسب تيار فولت على المقاومه دي الجمع تطلع من داش على اس. لكن كده عشان تديني معنى. بقى انا عايز اوضح حاجه بس مهمه. في الحقيقه ار 2 داش ما بتتقسمش على اس. اس دي 1 من 10 مثلا، في المثال بتاع اس كانت 1 من 10. يبقى ار 2 داش على اس على 1 من 10 هتبقى 10 ار. 10 ار 2 داش كانها ار 2 داش الاصليه ومعاها 9. التسعه دول بيمثلوا اللود، الميكانيكال لود. يعني لو حسبت الباور هنا يديك الاوت باور بتاع الموتور بتاعك، وده اللي احنا هنستخدمه بعد كده في المحاضرات الجايه. واضح لسه هنكمل، بس الدايره مش هنستخدمها كده لان كده هتبقى صعبه قوي، فهنبسطها شويه. اول تبسيط حاجه بيسموه اي تريبل اي ريكومندد ايكويفلنت سيركل. اي تريبل اي دي مؤسسه عارفينها لو سمعتوا عنها، عامله في الستاندرد بتاعها قالت لك في الاندكشن موتور ممكن تهمل ار سي، ممكن تهمل ار سي بالمقارنه باكس ام، لان ار سي كبيره قوي بالمقارنه باكس ام في التوازي تهمل الكبير. كويس؟ يبقى ممكن نهمل دي نحط هنا بس اكس ام.
دي بيسموها اي تريدل اي ريكومندد ايكويفالنت سيركت. يبقى انا عندي الاكزاكت ايكويفالنت سيركت اللي فوق اللي هي كانت موجوده اصلا. لو عملت اصيب المقلب اتش ام فبيديني اي تريدل اي ريكومندد ايكويفالنت سيركت. تعالى بقى نفترض ان انا بنحل مساله وبقول لك جيب لي عند اس بتساوي 1 واس بتساوي 2 من 10 3 من 10 1 من 10 0 مديك 5 6 قيم لاكس لاس وبقول لك جيب لي الباور والتورك بتاع اللود. الباور بتاعت اللود هي الباور اللي هي يبقى لازم احسب اي 2 داش عشان هو اي 2 داش في المقاومه يديني الباور على اوميجا يديني التورك. فخلاص حسبت التورك هيبقى سهل لو عرفت احسب اي 2 اي 2 داش. عشان تجيب اي 2 داش الدايره دي هضطر اقول دول دوالي مع دي توازي مع دي توالي وادي الفولت اقسم الفولت على الامبيدنس الكليه التيار رقم واحد وزعه بين دوالي جيب اي 2 داش نسبه التوزيع العكسيه طلعت اي 2 داش ضرب في المقاومه طلع الباور اللي هو الباور مكان كان اول مره ماشي. طيب لو انا بعد ديفرنت فاليو في اس هضطر تعيد الكلام ده ثلاث اربع مرات. لو هي حاله واحده خلاص استخدم الدائره دي وانتهي واخلص. لكن لو انت في حالات كتير فمش هينفع استخدم الدائره دي لانها هتبقى تكرار وعمليه صعبه. فقالوا ايه؟ قالوا احسن حاجه هشيل الجزء ده كله بين النقطتين دول. فاكرين واحد صاحبنا كان اسمه سيفنن؟ اه اجيب الخطوه اللي جايه بقى اللي هي سيفنن ايكويفلنت سيركت. دي مش تبسيط. ده التبسيط هيجي دلوقتي وانا في المعادلات، لكن هنا انا هجيب دايره مكافئه. هشيل الحته دي واجيب سيفن المكافئه، يبقى الحته دي هتفضل زي ما هي اللي هي ايه؟ ممكن الاقي نفسي بقى اعملها كده مره اخرى خلاص. ار 2 داش على اس واكس 2 داش. ده الجزء عايز تفك حتتين ماشي عايز تسيبه زي ما هو خلاص. يبقى ده ار 2 داش على اس واكس 2 داش. والجزء الثاني بين الطرفين A وB اللي هم دول هشيله هستبدله بحاجه ثانيه اسمها ار 7 واكس 7 وبي 7. يبقى بدل في 1 هيبقى عندي بي 7 وبدل ار 1 هيبقى عندي ار 7 وبدل اكس 1 هيبقى عندي اكس 7. ماشي كده؟ في الحالة دي لما عاوز احسب التيار هنا على 2 داش عشان احسب الباور هيتجاب سطح واحد. فوق على الميناس دي كلها كله هيتجاب على بعض. غير اس وغير في المعادلة سطح واحد. بعكس حليت هنا هتكون توالي دول مع بعض توالي مع دي توازي اتغيرت اس اتغيرت فغيرت الميناس. برجع مع دي فوق وتكسر تطلع تيار ترجع توزع في ويت مختلفين توزع تبقى العملية صعبة. لكن لو جبتها 7 كده تبقى سهل. طب ما احنا لو لقينا كمان صوره 7 سهله نحفظها ونخلص يبقى هنستخدم 7 بسهوله. هي ايه؟ تعالى نشوف 7 مع بعض حسب ازاي ونعمل. 7 بيقول لك شيل اللود ده اهو اركنه على جنب شلناه وركنناه على جنب هو ده 7. جاب لي الفولت بين A و B ده في 7. الفولت بين A و B طب ما ده في 1 في 7 يبقى الفولت سبايدنج رول. الفولت الكلي على الامبيدنس الكليه في الامبيدنس الاكسترا. طيب نبص عليه كده يبقى في 7 بتساوي في 1 على الامبيدنس الكليه اللي هي الماجنتيود بتاعها اكيد ماجنتيود فقط ما يهمنيش الزمن. الماجنتيود بتاعها اللي هو ايه؟ الحقيقي زائد التخيل يبقى ار 1 مربيع زائد اكس 1 زائد اكس ام كل تربيع صح؟ واللي يطلع يبقى ار اكس ام ماشي كده؟ صح؟ فولتش فايدنج رول بقى بوزع بين اكس ام وار 1 واكس ام زائد اكس ام. عمليا ار 1 صغيره بالمقارنه باكس ام فلما تتربع كمان وتبقى صغيره قوي فكان بيجي كده احنا هنهمل مش هنهمل على طول هنهمل بس في الحته دي. ليه؟ لان هي اصلا صغيره مقاومه 1 من 10 اوم 1 من 10 اوم لما تتربع تبقى 1%.
او 2 من 10 في 4 مليون. بينما اكس ام 10 20 لما تضرب على 300 لما تيجي تقارن 1 من 10 ب 10 تقول اهي محسوسه شويه. لكن لما تقارن 1 من 100 ب 200 او 100 تبقى صغيره قوي. كام بيني وبينك؟ فلو جيت شالت الجزء مع التربيع يروح يطلع لي ان في 7 هتساوي اكس ام على اكس 1 زائد اكس ام في في 1. دي هسميها كي 7. يبقى انا هحفظ بس كي 7 هي ايه. كي 7 هي اكس 1 سوري اكس ام على اكس ام زائد اكس 1 تبقى قريبه من 1 لان اكس ام كبير اكس 1 صغير فهتطلع 9 من 10 95% حاجه زي كده. اللي يطلع لما تضربه في 1 يبقى في 7. طيب دي في خلصنا منه ازاي تجيب زد 7 بتعمل شورت هنا بدل الصوت ده الصوت بتاعنا بعمل مقطع شورت واجيب الامبيدنس اللي شايفها من اوبي دي زد 7 تطلع ايه؟ فرع التوازي ار 1 زائد جي اكس 1 مضروبه بجي اكس ام على مجموعهم حسب مضروب على مجموعهم لما تجيبهم وتعمل نفس التقريب اللي هو ايه من ار 1 مضروب عنده بالتفصيل يطلع لك الاتي وده هتستخدمه على طول. هيطلع لك ان ار 7 بتساوي كي 7 تربيع في ار 1 واكس 7 بتساوي تقريبا اكس 1. تعالى كده نعمل مثال عادي بس عشان واضح. يلا. اهي الحس بقى اهي حسب ضربهم على مجموعهم سويت الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي طلعت ار وطلعت اكس. اهملت ار واحد تربيع بالمقارنه بالباقي بالاكس التربيع وصلت للكل. نعمل مثال عادي كده للتوضيح. لو انا عندي دي الدايره دي نفترض مثلا واحد خليها واحد دي ثلاثة دي 17 سبت ومضحك كده بس وده البوت دي بتساوي 220 بوت عايز اجيب دايت 7 افترض دي ار 2 داش على اس واكس داش دول مش هجيب كده ار 2 داش على اس واكس داش هنا هشيل الهيصه دي كلها واحط بدلها ايه؟ سورس ومعايا ار واكس السورس ده اسمه بي 7 والار اسمها ار 7 والاكس اسمها اكس 7 قيمهم كام؟ هتحسب كي 7 اكس ام على اكس ام زائد اكس 1 اكس ام 18 على 18 زائد 2 يبقى 18 على 20 يعني 9 من 10 تاخد الفولت تضرب 9 من 10 خليه 200 فولت بس عشان تبقى العمليه سهله. 200 في 9 من 10 يبقى ده 180 فولت. الاكس 7 هي اكس 1 يبقى هي 2 تفضل زي ما هي ما لهاش حساب ما بتتحسبش يبقى 2 زي ما هي. ار 7 هتبقى 9 من 10 تربيع 81 من 100 في ار اللي هي 1 يبقى 81 من 100. دلوقتي هديك ار واكس دي هتجيب الامبيدنس فولت على الامبيدنس بتاع التيار هيطلع بدلاله اس حط بره اس بواحد اس باثنين اس بثلاثه اس باربعه تقدر تحل من هنا واضح لغايه كده ولا في هنقف على الجزء ده اللي هو تيست سوري عمل المعمل عشان نقيس الفراغ.